السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من حلقات سلسلة تعليم الجيتار. في الحلقة الأولى أش تعلمنا؟ تعلمنا المي. في الحلقة الثانية الخوت غادي نتعلمو الري. كيف جيما؟ هذا ما يخلعكش، هذا هو الزيرو، يعني من هنا هذا هو العظم الابيض اللي عندك انت دابا في الجيتار، هو هذا هو هذا، وكتحسب من هنا واحد جوج، مهم هكا حنا هاد ثلاثة بارك عندنا هما اللي بنخدمو فيهم اليوم. المهم هو ان نوضات اليوم الري، حل ما يعقلك وعطيني هاد ثلاثة الصباع وغادي تشدها ان شاء الله. الري الخوت هي هادشي، هانتها كتحسب من هنا واحد جوج ثلاثة، حط صبعك هنا أو في المربع الثاني في الكورد الثالث، هذا مباشرة معه ولكن في الأول. اش كيبقى؟ كيبقى هذا خاوي بيناتهم، هذا كتجيب هاد الصبع كتحطو هنا، هاد الجوج هادو باش كنخدمو ديما، هاد كنخدمو هنايا هاكا، هذا كنجيبو كنحطو هنايا معاهم. شتي البلان؟ كتعطينا هاكا. كي ديما هاد الفراغ، الفراغ ماشي تنعس صبعك هاكا عليهم، فهمتي البلان؟ يدي كيبقاو ديما هاكا مزوزين لفوق، يعني هاد الصبع التحتاني باش ما هبطتي لتحت، باش ما كيوقع داك الفراغ بيناتهم، فهمتي البلان؟ دونك ماشي ما تحاولش ما تلعبش بيه هاكا، باش ما هبطتيه لتحت، باش ما كيبقى لك الفراغ وكتشد النوطة مرتاحة تسمع صافية جدا. المهم الا ما كنتي شفتي الحلقه الاولى سير شوفها، راه الحلقه الاولى دوينا على المي كيفاش شدها، وقلت بانه في الفيديوهات الجايين غادي نحاول ندير نوطات متسلسلين، بحيث انك تكون تتلعب هادي اللي تعلمنا في الحلقه اللي فات، وانك تعلم هادي وتربط بيناتهم، فهمتي البلان؟ دونك تعلمنا المي، واليوم غنتعلمو ان شاء الله الري اللي قلنا هي هادي، هذا هنايا ندير هكا باش نحيد الفلاش، هادي هنايا، هادا هادا هنا، هادا هنايا، هادا هنا، سامر. اسمع صافي هاك، ما تسمعش، تسمع صافي انك سبايك يجي، ندير هكا باش نحيد الفلاش، يجي على الكورد مباشرة هاكا، يعني غادي تصبر في الاول، يعني صبعك هنايا غادي تحجرو، غادي تنوض واحد الطبقة، يعني غادي تحجرو مزيان. المهم بلا ما نقول لك هذاك العذاب الكيتاريست غادي يفهموني. المهم هادشي اللي كاين، داكشي باش حاول انك بهاديك الجلدة باش تورك، ماشي تورك هاكا هاكا، دير هاكا باش حيد عندها هاك، ماشي هاك هاك، دونك هذا هو البلان. هادي هي الري، كي قلنا تعلمنا المي الري، اش قلت لكم؟ غادي تشد الري وغادي تبقى تهتي بحال هاكا. يلا وارجع دابا للمي وحاول تشدها، الري مي الري،
تقريبا من اسهل لي نوت اللي كاينين في الكتاب واحد، ولكن ان شاء الله احنا غادي نبسطو جميع لي نوت، غادي نردهم ساهلين متخافش. نعود لك هذا هنايا، هذا ندير هكا باش يحيط فلاش، هذا هنا، هذا هنا، هذا هنا، صافي. هاد ثلاثة الصباع في هاد ثلاثة لي زاكورد، هادي يا ري، شي اللي كاين ري، قلنا لمي هي هاد الجوج، سامر هاد الجوج، لا غير. وهز يديك على هاد الشهادة اللي هنايا، هز يديك عليه. صبر شرف خوت، يوم كانت عندنا هاد النوطة اللي هي سهلة سهلة بزاف اللي هي الري. المهم أول مرة تشوفني ما تنساش تضغط على زر لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله الفيديو الجاي إن شاء الله إلى عجبكم هاد الفيديوهات هادو، ما تنساش ديك اللايك حيت هي اللي غتبين لي واش ان الفيديو واش عجبك ولا ما عجبكش. غادي نبقى تندير كل نهار نوطه كيما وعدتكم، وغادي من بعد النوطات وندوز ان شاء الله الفراب، ومهم لي زاربيج، وغادي ندوز بزاف الامور. المهم هو ان كل نهار فيديو ولا عجبك قلت لك اللايك هي اللي بتبين لي واش عجبك ولا ما عجبكش. الله والخوت، بسلام.